يا أستاذة هاجر، سلام عليكم من مصر. من فضلك أنا بسجل حلقة عن واقع ومستقبل زراعات الزيتون في مصر والعالم العربي. هل أحسننا للزيتون من وجهة نظرك كمحكمة دولية في مجال جودة زيت الزيتون؟ هل مصر أحسنت للمنتج بتاعها؟ لماذا هذا الركود الذي نراه في مجال زراعة الزيتون وتسويقه؟ هل تنصحي بالاستمرار في التوسع في زراعات الزيتون أم نتوقف عند حد زراعة 300,000 فدان في مصر زيتون مائدة؟ على الرغم من أننا تبوأنا المكانة الأولى عالميا في إنتاج زيتون المائدة. أشكر حضرتك، منتظر إجابتك برضو برسالة صوتية. وهل تنصحي حضرتك بالتحول من زراعة زيتون المائدة إلى أصناف زيتون الزيت على الرغم أيضا من الركود الذي يعانيه منتج الزيت في مصر، وأن الزيوت تعرضت إلى انخفاض سعري هائل عرض المزارعين لخسائر فادحة في مصر وتونس موسم 2019-2020 زي ما حضرتك لاحظتي؟ ما هي النصيحة بالضبط لكي يعبر مزارع الزيتون سواء مائدة أو زيت من هذا النفق المظلم؟ اسمعوا كده بقى الإجابة بتاعتها. السلام عليكم. زيت الزيتون يعني هو منتج من شجرة الزيتون. الشجرة دي اللي كانت موجودة بس في الحوض البحر الأبيض المتوسط فقط، صارت هلا منتشرة في كافة القارات، وذلك نتيجة أنها بتتأقلم مع كافة المناخات ومختلف التربة. ورغم انتشارها الكبير فنجد أنه في منافسة عالمية في مع هذا المنتج، في سوق كبير جدا لهذا المنتج وفي طلب. فبالنسبة إلي رغم انتشار هذا المنتج فدايما في طلب عليه. فيما يخص مصر، أنا شايفة إنه مصر لازم تدخل مجال زيت الزيتون كمان مع الزيتون المعلب. هذا راح يسمح لها إنها تفتح أسواق جديدة إلها، خاصة إنه في منافسة عالمية كبرى في هذا المجال. وكيف تدخل يعني كمان ما بننسى انه مع هذه الشجره ممكن في بعض الاصناف استغلالها في الاثنين، يعني في المعلب في الزيتون المعلب وزيت الزيتون. فبنصح انه مصر تدخل في هذا النطاق وتحاول كمان بتشجع التسويق العالمي والمحلي. التسويق المحلي بيكون من خلال توعيه بفوائد زيت الزيتون والزيتون المعلب. كمان ممكن تعويض بعض المركبات في الأكلة بزيت الزيتون. يعني مثلا أنا في مصر بعرف أنه عندكم تستعمل كثير السمنة البلدي في الأكلات، ممكن تعويضها في بعض الأطباق زيت الزيتون وتشوف الاختلاف في الطعم وكمان في الفائدة. هذا مثال على طريقة التسويق اللي ممكن تكون في النطاق المحلي. على النطاق العالمي كمان مصر لازم تدخل زيت مجال زيت الزيتون مثل الزيتون المعلب من خلال المشاركة في المسابقات العالمية وكمان كذلك في المعارض العالمية. يعني احنا هلا صرنا كل سنة بنسمع بمسابقة جديدة، في مسابقة في لندن، في نيويورك، في لوس أنجلوس، في مسابقة في فرنسا، مسابقة في دبي، صارت في مسابقات كثيرة عالمية. ولازم مصر تسجل حضورها طالما تقدر تزرع هاي الشجرة على أرضها. دي كانت مداخلتي مع الأستاذة شويخ